وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان الأستاذ أحمد الطشي. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد معنا اليوم. شكرا جزيلا. شرف بالنسبة لنا استضافتك. لو تحدثنا بالبداية عن نفسك باختصار أستاذ أحمد. اسمي أحمد الطشي، أنا مهندس معماري، عندي ماجستير في الهندسة المعمارية البيئية، وأيضا اهتماماتي هي الرسم وعزف آلة القنبوس اللي هي آلة التربية اليمنية القديمة. وإحنا بالضبط استضفناك عشان نتكلم عن هذه الآلة، لو تحدثنا أكثر عنها ولماذا اخترتها لتكون رفيقتك الفنية؟ الآلة هذه آلة يمنية، يمنية الصنع، يمنية المنشأ، وأيضا واحدة من مفردات التراث اليمني القديم، التراث الغنائي. فبالنسبة لي كيمني أبحث عن الشيء المميز الخاص ببلدي، وجدت أن أكثر شيء موجود له علاقة بالموسيقى هو التربية أو القنبوس، فاهتميت به كثير، يعني جزء من الاهتمام الرئيسي بالنسبة لي. أسألك سؤال أيضا حول هذه الآلة، يسموها العود اليمني، هل استخدامه محصور في اليمن أم أنه يستخدم في أماكن أخرى بهذا الاسم أيضا أو باسم آخر؟ هو وجد في اليمن بحسب الأبحاث المتوفرة، وجد في اليمن وانتقل إلى شبه الجزيرة العربية بواسطة اليمنيين المهاجرين، وأيضا انتقل بواسطة تجار الحضارمة إلى إندونيسيا وجنوب شرق آسيا، فهو موجود هناك ولكن بشكل نادر وقليل، ويسمى بنفس الاسم قنبوس مع تغيير قليل في اللكنة يعني. والفرق بين العود العادي وبين العود اليمني أو القنبوس؟ الفرق كبير، يعني طبعا الشكل مختلف، شكل القنبوس أصغر وتكوينه مختلف أيضا، فهو يصنع من قطعة واحدة من الخشب عن طريق النحت. صدر العود أو صدر التربي مغطى بالجلد وليس بالخشب كالعود الشرقي. عدد الأوتار 4 أوتار بدل 5. أيضا تقنية العزف وتكنيك العزف مختلف إلى حد كبير عن العود العادي، والحجم أيضا يختلف. طيب، من الملاحظ أنه استخدام القنبوس تراجع كثيرا في الآونة الأخيرة، على الرغم من أنه الفن اليمني والصنعاني على وجه التحديد يعني لا يزال يتمسك بالكثير من التقاليد حتى الآن، برأيك لماذا؟ أعتقد أنه السبب الرئيسي وراء اختفاء أو انحسار استخدام هذه الآلة هو عدم وجود منهجية لتصنيعه وأيضا منهجية لتعليمه. فهناك سبب آخر، أن بعد الثورة بعد 26 سبتمبر اتجه المطربون اليمنيون إلى استخدام العود الشرقي بشكل أكبر، وجدوه أسهل وفي متناول الجميع، فهذا يمكن السبب الرئيسي من وجهة نظري. بدأت مشوار التعريف بآلة القنبوس وإحيائها منذ أعوام، ما الذي تحقق حتى الآن وهل وصلت إلى ما كنت تطمح إليه من إعادة إحياء هذه الآلة؟ أنا بدأت بالإهتمام الشخصي بالآلة في 2015، يعني من 4 سنوات. خلال الفترة هذه جزء منها كان شغل عشان أتعلم الآلة، لأنه تعرفي أنه في غياب منهج للتعليم ومصادر للتعليم يصبح هناك تحدي في تعلم آلة غريبة وجديدة. إلى حد كبير أعتبر أني نجحت في التعلم، وأيضا بدأت عملت لفت نظر، لفت انتباه المطربين اليمنيين الموسيقيين إلى وجود هذه الآلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك أو اليوتيوب أو بالحديث يعني عبر مقالات. فأعتقد أنه الآن هناك ما يسمى بالحراك، ولو أنه بسيط لم يكن مستوى طموحي، لكن أعتبره خطوة إيجابية للأمام. هذا بنتكلم عنه بشكل أوسع بعد قليل، لكن جهودك هذه الذاتية التي تشكر عليها في إحيائك لإحدى أدوات الثقافة اليمنية، هل تلاقي تعاون من الجهات الرسمية أو غير الرسمية في عملك هذا؟ بالتأكيد هناك تعاون، بالذات من المركز التراث، مركز التراث الموسيقي اليمني، باعتباره الجهة المعنية بهذا الأمر. هناك تشجيع معنوي، وأعتقد أنه لولا
ما تمر به البلد من ظروف حرب وظروف غير مستقرة لكان رد الفعل والاهتمام أكبر، وهذا الذي نعول عليه. يعني إن شاء الله يكون هناك خطوات أكثر إيجابية. طيب كيف تقيم تفاعل الجمهور اليمني مع إحيائك لهذه الآلة؟ هل يقدر ذلك؟ ما وصلني كان إيجابي الحقيقة، ولو أنه محدود، لكن محدود لأنه وسائل التواصل محدودة، وأنا أعتقد أن التقصير أو أن الجهد غير كافي الذي أبذله، وأحتاج إلى جهد جماعي ومنظم بشكل أكبر. يعني ممكن نفكر في عمل دورات تدريبية للمهتمين من العازفين الشباب والعازفات، وأيضا دورات تعليم للتصنيع. هذه الخطوة حتساهم في الدفع إلى الأمام بشكل أكبر، وكسب الآراء ومعرفة يعني وجهة نظر الناس أكثر. لكن لحد الآن أعتقد أنه ما وصل إيجابي. عرفت على صفحات مواقع السوشيال ميديا كما تحدثت قبل قليل بعزفك على آلة القنبوس، لوحاتك الفنية التشكيلية أيضا البديعة عرفت بها في هذه المواقع، لكنك في الأساس مهندس زي ما ذكرت في البداية. كيف يمكن الاستفادة والجمع بين كل هذه المواهب؟ في الواقع الهندسة المعمارية هي فن في حد ذاتها. العمارة بالذات جزء من الفنون، وتتناغم مع الموسيقى مع الرسم بشكل مباشر. فمفردات العمارة كالإيقاع، النسب، المديول أو الوحدة، كلها مفردات موجودة في الموسيقى وموجودة في الرسم. إضافة لأن المعماري دائما لديه الجانب الفني، ملكة الرسم والإحساس بالبيئة المبنية، بالإنسان باعتباره المستخدم الأخير لما يتم تصميمه كعمارة. وبالتالي فهناك انسجام، يعني ليس غريبا أن تجدي معماري يرسم أو معماري يستطيع العزف. أستاذ أحمد، لوحاتك التشكيلية أيضا تبدو كأن لها علاقة بمشروعك الغنائي، ما الذي تريد قوله؟ الحقيقة لوحاتي لها علاقة مباشرة بالبيئة المبنية، البيئة اليمنية. بدأت بالاهتمام بالمباني وتطورت بالاهتمام بمفردات الثقافة اليمنية من لبس، وجوه، موسيقى، شعر. والآن بدأت برسم الأغاني اليمنية، يعني مثلاً أغنية يا حي يا قيوم أو أغنية لله ما يحوي هذا المقام، بنحاول أعكسها كلوحة فنية مرسومة تحكي قصة القصيدة مثلاً وعلاقتها بالبيئة، بالمرأة، بالرجل، بالطفل، بالمحتوى الحضاري اللي موجود، فحيصبح لها معنى أكثر. هذا التكامل والتناغم رائع جداً. طيب لو نروح نشوف مجموعة، طالما تكلمنا عليها نروح نشوف مجموعة من اللوحات الفنية ونرجع نتكلم. لوحات رائعة جدا، وفهمنا فيها أو يعني تفهمنا حكاية التناغم اللي تكلمت عنه قبل قليل. لكن أستاذ أحمد، التكنولوجيا مؤخرا قضت على الكثير من الآلات الفنية التقليدية، وأنت تعمل الآن على استخدام التكنولوجيا ذاتها ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا من أجل إعادة إحياء هذه الآلات. إلى أي مدى تساعدك التكنولوجيا على تحقيق هدفك؟ أكيد أنه إحنا محظوظين أنه بوجود هذه الوسائط أو الوسائل، فهي تختصر الكثير من الوقت والكثير من الجهد، وأيضا تساعد في إبراز الموضوع بشكل أفضل وبشكل أجمل، بشكل جذاب أكثر. فاستخدام اليوتيوب، استخدام الفيسبوك فعال، لكن طبعا هناك منافسة شديدة في من ناحية جودة ما يقدم، وهذا ما نحاول العمل عليه. لحد الآن لا أعتقد أني وصلت بإمكانياتي المحدودة إلى الجودة التي أطمح لها، لكن هناك خطوات موجودة، يعني هناك خطط لتحسين هذا الموضوع ضمن إطار بروفيشنال أكثر واحترافي أكثر.
بالنسبة للمشاركات الخارجية أو الجوائز التي ربما قد حصلت عليها، هل لديك؟ الحقيقة لا، شاركت في معارض بالنسبة للرسم ضمن معارض ناس آخرين، ما ركزت. يعني أنا عادة أمارس الرسم والموسيقى كهواية أكثر منها كحرفة، فلم أطرق هذا الباب يعني لحد الآن. وكلمة أخيرة لمن توجهها؟ للفنانين المطربين اليمنيين وبالذات الشباب، أتمنى أن يلقى هذا القنبوس أو التربي العود اليمني الاهتمام الجدير به من المطربين والفنانين اليمنيين. هذه الآلات تشبه، نعم هذه الآلات تشبه بقية الآلات، لديها إمكانيات غير عادية، يجب أن يجرب الفنان اليمنيون الاقتراب منها وتجريبها وقراءتها ومصادقتها، سيكتشفوا أشياء جديدة غير التي يعرفونها. طبعا عشان نختم الحلقة ويكون ختامها مسك، لو تتفضل وتعزف لنا أي مقطوعة. شكرا جزيلا. حازف حاجة بسيطة، هي عبارة عن فرتاش، والفرتاش هو شيء موازي للمقدمة الموسيقية في الموسيقى العربية. أستاذ أحمد، ممتنين لوجودك معنا اليوم، ممتنين لعزفك الجميل، شكرا لك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.